مرحبا، اليوم كنقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. اصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط في ملف محاكمة المتهمين باغتصاب المسمات قيد حياتها حنان بحي الملاح بالرباط باستعمال القنان الزجاجية على المتهم الرئيسي ود المراكشية بالاعدام، فيما قضت بالحكم على الثاني بعشرين سنة سجنا نافذة والباقي بخمس سنوات. واصدر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة تعليمات من أجل تكييف التهم من جديد في حق المتهم اللي تم تقديمه أمام الوكيل العام، وأحاله على قاضي التحقيق للشروع في مسطرة التحقيق الابتدائي والتفصيلي معه من أجل جناية الاغتصاب والقتل العمد قبل محاكمتها. ويحاكم عين ووباء المتهم الرئيسي في القضية الملقب بود المراكشية بمعية شركاء في ملف تعرض الضحية للاغتصاب واعتداء جسدي عنيف وهتك العرض باستعمال العنف ما أدى إلى وفاتها. وبعد إحالة المتهم على جلسة الجناح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صدرت تعليمات بإعادة تكييف التهم بالنظر إلى الأفعال التي ارتكبها المتهم ويوثقها الشريط الذي جرى تداوله على نطاق واسع. وبهذا الخصوص نستمع تصريح والدة الضحية. باش يكذبوا على الإنسان ما يكذبوش عليا أنايا، أنا بقى حية. واش هيا 100 مليون غادي يردوا لي بنتي؟ ما تردليش البنت راه كنت نقول أنا غتكبر شويه غدير عقلها وغتعاونني على الزمان، وخا تجيب لي حتى غرف د الماء وخا حتى تهزني. انا دابا صدقت معنا بالبنت ما لا حتى شي حاجه، والكذوب وتعمار الشوارج علاش يكذبوا عليا انايا؟ هادشي راه حرام. والبارح كي داز تلزلس؟ البارح كي داز؟ ايوا كي داز تلزلس راه داز، وشي وحدين هادوك اللي كان كيصور شي وحدين خوت موفدي بغاو يتعايروا معايا في المحكمه، قال لك ما مربياش بنت. قلت لها انتم مربين بنتي؟ ما كانتش مجرمه، بنتي كتقتل الناس، بنتي كتعدى على الناس، بنتي مدقوقه فيها حتى الجدر وكتسلق البطاطا هنا وكتاكلها. لو كان كانت مطوره كاع ما تعمر هنا، كره مشات الامارات ولا كره عم الله فين زادت. ولكن مسكينه كانت هي ماشي بنت الدنيا، هي بنت الاخره وبغاها الله سبحانه وتعالى، وكانت كدير غير الخير. راسو شحال كساتو شحال عطاتو شحال هذاك، وكان ولد الناس كاع ما يدير لها هذه الحاله. هذيك راه ماشي رجوله. البنت كتجي لعندك وقلتي شحال من عام ديري على وجه الله، ما قتلات لك باك، ما قتلات لك امك، ما دات لك رزقك والو، اتفقتوا عليها يوصل عند الرجال بعدا، ما هي مسكينه غير بنت. اتكرفستي عليها هكاك وصافي، وضيعتوني في بنتي انا. كندور ندور دابا وكنبكي، لا واش شرا لها الدار، لا واش دار ليها، لا لو كان غادي يشري ليا وغادي يدير لك، راه باين كل شيء. وهاد الاحكام عجبوك؟ هاد الاحكام سيدي واللي دارها المخزن هي اللي كاينه، انا بنتي ضعت فيها، عاد غنبقى انا هذا، عاد نزيد انا نقول لهم الحكم ولا مش هما راه كيعرفوا، راه هما اللي راه قضاء ووكيل الملك وكلهم الناس راه هما اللي كيعرفوا، انا ما كنعرف والو، ما كنطلب حتى شي حاجه، حيت لجيت طلبت شي حاجه نقول لك هذه طماعه وشفاره. انا ما كنطلب حتى شي حاجه، غير بعدوا مني وعطوني الثقه، انا راه ما شديت حتى شي حاجه. 100,000 ريال قبضتها في العيد الكبير، ايه قبضتها، جا الراجل عطاها لي، لان انا ما سرقتها ما خطفتها. قضيت 40 مليون، فين هي 40 مليون؟ سنيت انا درت شي سنياتور فيها 40 مليون، كنت انا حاضره. علاش يكذبوا عليك؟ كذبوا الناس على الميت ما كيكذبوش على الحي. يواجهوني 40 مليون وانا باقا قبضتها في واحد القفيز، ما عنديش حتى الماء، الماء هو الاخر ما عنديش. ها وفين هي 40 مليون؟ هاد الناس واش مراض ولا كيديروا هادشي بالعاني ولا بغاو يكملوا عليا يقتلوني بلا وقت؟ خليت شي صفت عليا الله سبحانه وتعالى. خبر اليوم تاع، شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء.